السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح اتكلم بس عن اللي نزلته قبل يوم اللي هو الايبود تاتش الجيل السابع تقريبا. ما في فرق بينه وبين الجيل القديم اللي هو هذا، نفسه بالضبط، نفس الشكل، الالوان تقريبا نفسها. اللي غيروا فيه الذاكره طبعا هي من 32 يبدا الى 256. الجهاز نفسه بالضبط، اللي غيروا فيه من داخل بس المعالج. هذا الجهاز اعلنت عنه تقريبا في 2015، الحين الجديد نفسه شالوا المعالج، حطوا معالج فيه الايفون 7 و7 بلس اللي هو الـ A10 فيوجن تقريبا كان اسمه. فهذا اللي غيروا فيه بس المعالج، فغيروا المعالج صار أسرع من هذا الجهاز، هذا الفرق فيه تقريبا. فحطوا الـ A10 يكون حق الـ AR فراح يكون أفضل. أسولف عن الأشياء الفيزيكال اللي تطلع عندك في الشاشة، مثلا في الكاميرا صار يدعم ذا الشيء، صار يدعم الحين الفيس تايم جروب، بس هذا الفرق يعني. توقع أنه هذا الجهاز يمكن ما راح يوصل حق الـ iOS 13 اللي بتنزل أبل، فنزلوا جهاز جديد حدثوا المعالج عشان يبدأ معاكم ويندعم على iOS 13. بس كشكل خارجي ما راح تفرق، لو ان عندك القديم والجديد ما في فرق. فاللي حابب يشتري جهاز يبدا تقريبا من $200 الى $400 على حسب الذاكره، واللي بيشتري يشتري من الموقع، يقدر يشتري من الانستغرام. طبعا ما راح تحصله ب $200، لازم زياده تاكس، زياده شحن السعوديه، فما راح يكون $200، لان حتى هنا بامريكا تشوف $200 تضغط عليه تحط الادرس حقك يزيد السعر عشان التاكس في المنطقه حقتك. فلازم يزيد مثلا الشحن $50 او $60 للسعوديه او دول الخليج قصدي، 20 الى $30 للتاكس. فاللي ب 200 بيوصل 290 $300 ومن كذا يعني، راح تشوف الاسعار موجوده في الحساب هذا. وتقدر برضو من نفس الحساب تكتب على الجهاز من ورا، مثل ما نشوف هنا تقدر تكتب على الجهاز من ورا، فحركه حلوه انك تركب الجهاز، ومجانا برضو الكتابه على الجهاز. طبعا الهدف ان ابل حطت المعالج اللي في الايفون 7 علشان ما يكون سعر الجهاز غالي. فلو بتحط معالج ايفون 8 مثلا راح يكون غالي، فهي تبي تخليه يبدا من $200 وعلى حسب الذاكره حقتك. فهذا السبب الرئيسي اللي خلته على الايتن. برضو الايتن ترى ممتاز، يعني الايفون 7 تقريبا يمكن اكثر جهاز الان يستخدم، جهاز مدعوم بيمشي معك قدام ما راح تقل عن سنتين ثلاث سنوات. واذا كان في الايبود راح يكون افضل بكثير من الايفون 7. ليش؟ الشاشه اصغر، موارد الجهاز او الداخليه صح هو نفس المعالج راح يكون، لكن راح يكون اداء افضل هنا. الكاميرا اقل وضوحها، ما راح يكون المعالج يشتغل ذيك القوه، يكون سلس في الجهاز. ممكن دعمه برضو يكون اطول من الايفون 7 برضو اللي هو الايبود تاتش، وحلو لحق الاطفال. الى الان انا متمسك فيه، ممتاز للاطفال، خصوصا الاطفال اللي ما يحتاجون شاشه كبيره. يعني في برامج تعليميه لحق شاشه كبيره صح، لكن في عمر محدد للاطفال ما ادري. يعني قبل الايباد كان الايبود هو افضل بالنسبه لي. وحلو برضو للاشخاص مثلا ليش تشتري جوال واذا كنت ما تبي مثلا تشبك على الانترنت ولا شيء. بعض الاشخاص يقول لك ما عندهم ممكن حتى، يعني كيف اقول لك، في اشخاص هنا في امريكا ما يستخدمون الا فليب فون، ما يستخدمون جوال الانترنت، يلعبون انترنت يستخدمون الايباد او اللابتوب. فهذا الجهاز ممتاز لهم. وبس في نهايه الفيديو، طبعا ما سويت الفيديو وجلست وسويت اخر مكالمه، ما يستاهل اصلا اني اجلس. جهاز واحد وما في اي ميزات مثل ما قلت لكم، ان شاء الله المعالج القديم حطه معالج جديد وبيع بس. وفي نهايه الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لك المقطع، طريقتكم تحت تهمني. السلام عليكم.